بالفعل يا روية، هناك قلق كبير داخل الأوساط الأوروبية وكذلك حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية من انتخابات البرلمان الأوروبي وما تسفر عنه طبعاً. خاصة في ظل استطلاعات الرأي بهيمنة اليمين بشكل كبير، ولكن يبدو أنه مقارنة على مستوى العالم هناك هجمة أو يعني موجة صعود لأحزاب اليمين على بالفعل. مستوى العالم. وهذا الكلام يعني حصل بالفعل في آخر كم سنة، ليس فقط في أوروبا ولكن نراها في إسرائيل، نراها حتى صحيح. في دول أخرى. ولكن مشاهدينا، فيما يتعلق بالانتخابات الأوروبية تتجه كل الأنظار لها، فهي تبدأ غدا بالفعل، ويعتزم 370 مليون ناخب أوروبي اختيار 720 نائبا لهم في 27 دولة. لكن هناك أزمة تقلق الدول الأوروبية، حيث تعمل سلطاتها على التصدي للمعلومات المضللة التي تقول إنها تعمل على إغراق القارة الأوروبية بها. شبكة CNN الأمريكية كشفت عن إنشاء الاتحاد الأوروبي وحدات تحقيق لمواجهة المعلومات المضللة، خاصة التي تنشأ في روسيا قبل بدء عملية الاقتراع. روسيا لطالما نفت الاتهامات بالتضليل، لكن شركة سنتينيل ون الأمريكية للأمن السبراني كشفت عن شبكة نفوذ تدعى دوبلغانجر ومقرها روسيا. والشبكة الروسية تعمل على نشر روايات مضللة في أوروبا منذ عام 2022، تستخدم الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق للمعلومات لفعل ذلك. طبعا الشبكة تقوم أيضا بإنشاء مواقع مستنسخة لمؤسسات إعلامية أوروبية بارزة كوسيلة لنشر محتوى مضلل وكاذب، مثل صحيفة الغارديان وبيلد في ألمانيا.